السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مع كريم أبو شوشة في تاني مشروع من مشاريع برنامج جراميت. إحنا المشروع اللي فات اتكلمنا إن إحنا إزاي نقدر نعمل موديلنج المفشخة الكهربائية، وإزاي نعمل لها التكشر الخامات ونطلعها بالريندر فيري ونطلعها بالشكل الأخير اللي إحنا شفناه. في الحقيقة المشروع النهاردة هيبقى مشروع أقوى بكتير من المرة اللي فاتت ومعقد شوية، وهو ان احنا ازاي هنقدر نعمل الاوفن فاير او الفرن بالشكل ده. بصراحة انا كنت عملته، يعني كان جات لي فكرة من الصورة دي، بصراحة لقيتها بالصدفة على النت، عجبتني جدا المنظر وشكل النار. عجبتني جدا الفكرة وحبيت ان انا احاول اطلعها شبه حقيقية، وان كانت اقوى وشكلها احسن من الحقيقة كمان. يعني ده كان الناتج بتاعي اللي انا طلعته. طبعا ده في اختلاف شوية، بس يعني الحمد لله ناس كتيرة شافت ده وقالت عليه ان هو فيه نسبة فيريتي عالية. احنا هنستخدم النهاردة اكتر من برنامج، هنستخدم 3D، وهنستخدم جواه بلاجنز جديد اسمه الفونكس اف اكس، وده اللي بيقدر نعمل بيه النار بالشكل الفيريتي ده. وطبعا الكواليتي بتاعه زي ما احنا شايفين كواليتي كويس جدا وطبيعي جدا. وهنقدر هنتعلم ازاي نصمم الموديلنج بتاع الطوب. وفي ناس كتير احتارت قوي بصراحه، انا ازاي قدرت اعمل خامه الاسمنت، وبجد انا لما عملتها ما كنتش مصدق ان انا طلعتها بالشكل ده. بس هو خد وقت طويل جدا في الريندر، يعني خد معايا ازيد من ساعه وتلت في الريندر. انا كاتب هنا ساعه وتلت في الريندر، بس هو خد ازيد بصراحه من ساعه وتلت. بس علشان هنا في سيجمنت كتير قوي وهيبقى في الموجز معقد شوية، احنا هنعمله مش هعمله ريندر. هو طبعا عندي صورة الريندر جاهزة، يعني ده كان اللي كان طالع من 3D. تمام. طبعا انا لدرجة حتى ان انا ما قدرتش اكمل اخر نقطة هنا، ده اللي كان طالع من 3D طبعا مع شوية افكتس في فوتوشوب، طلع في الآخر معانا المنظر اللي احنا شايفينه ده. يعني هي مش الفكرة كلها لعبة في الإضاءة مش أكتر، وزودت شوية نار وخلاص. يعني كده كان أفضل. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي الدرس بتاعنا. أنا أول حاجة عملتها إن أنا لما خدت الصورة دي جيت فتحت 3D وعملت بلين زي ما احنا اشتغلنا المرة اللي فاتت. ودايما زي ما قلت لكم، لما انا بعمل حاجه محاكاه للواقع بفضل دايما ان انا اخدها صوره واشتغل عليها جوه المكس عشان تبقى ابعادها نوعا ما مظبوط. طبعا ما ننساش ان احنا نتاكد ان احنا نخش كاستمايز، نخش يونت سيت اب، ونتاكد ان احنا مختارين السنتيمترز، ونخش على اليونت سيت اب ونختارها 0.5 سنتيمتر ونختار دي سنتيمتر. اوكي، وهنرسم في الفرونت هنا بلين، ونضغط F3 ونضغط حرف G علشان نشيل لنا الواير، وهنضغط حرف M نفتح قائمة الماتيريال، وهنيجي هنا نشد الماتيريال دي ونحطها بالمنظر ده. تمام. وهنبدأ نظبط الشكل بتاعنا بطوله وعرضه، يعني نوعا ما مظبوط. اول حاجه هنبدا نعملها ان احنا هنعمل الشكل، احنا نرسم الشكل من جوه لبره، وهو بسيط جدا ومش هياخد معانا وقت، وانتوا هتشوفوا ان الموضوع سهل جدا. احنا هنخش على السبلاين اوكي، ونختار دي وهنرسم حاجة بالمنظر ده، وهنيجي كده اوكي، وهنخش كليك يمين ونحوله edit spline، وهنمسك الفيرتكس ونيجي يعني هنقرب كده شوية المنظر ده، وهنيجي هنا برضه نفس الموضوع هنقربها هنا، ونمسك الاثنين فيرتكس دولت، وهنيجي ننزل تحت ونيجي على فيلت ونعمل
نزود الفريت بتاعنا لحد ما يوصلوا لبعض كده. تمام، اكبر هنا عشان ابقى شايف. بكده انا هكون قدرت ان انا اكون صممت الشكل الاساسي بتاعي. ونيجي نمسك الفيرتكس بتاعتنا. اوكي، ممكن نفتح بيها كده، يعني على حسب ما انا هستخدمه. يعني انا شايف ان انا هستخدمها ممكن لحد هنا. تمام، وهاجي ازود، هفتح تاني قائمة وزود الستبس بتاعتنا، نخليها 20 علشان تبقى الحواف ناعمة شوية. اوكي، وهناخد منها نسخة كوبي، يعني نطلعها قدام كده شوية مش عايزينها. وهنيجي هنا همسك سبلاين واعمل كنترول ايه، وهاجي هنزل تحت هنا على حاجة اسمها اوت لاين، وهرسم اوت لاين خارجي، او خلينا اوت لاين داخلي بالشكل ده. اوكي، وهنيجي هنا من الفرونت ونمسك سبلاين ده، هنمسك هنا الفيرتكس دي والفيرتكس دي وننزل بيهم تحت، يعني نقربها لأقرب مكان ليها عشان مش عايز يكون فيها مساحة. وهاجي هضغط حرف، هفتح موديفاي واضغط حرف الـ E واختار اكستروت، واجي هنا اشوفها من الجنب اطلعها كده قدام شوية، واجي ارجع بيها ورا في المنظر ده. طبعا انا هخلي دي شيدت علشان الناس طبعا ما عندهاش شيدت. بالمنظر ده احنا قدرنا نرسم الشكل الداخلي بتاعنا. اوكي، هاجي اخد من ده نسخة كوبي، تمام، وهحوله على طول، او ممكن اديله مثلا شيل. اوكي، هنديله شيل، تمام، بالمنظر ده شيل اكسترود مش فارقة كتير. وهنيجي هنا اضغط F4 عشان ابقى شايف المنظور بتاعي بالمنظر ده. تمام، انا كده عملت الشكل اللي جوه. هاجي اعمل سيف واخش طبعا على Tutorials اوبن فاير، هكتب مثلا ماكس فايلز واسميه اوبن فاير، اقول اوكي. تمام كده احنا عملنا اول جزئيه. هاجي هنا اضغط الت اكس عشان ابقى شايف الديناميه عامله ازاي. تمام، بالمنظر ده هنيجي نمسك هنا ونعمل بوكس ونرسم بوكس عريض بالشكل ده، ونطلع بيه قدام شوية وننزل بيه لتحت. تمام، وهاجي من الليفت هنا اضغط جي برضو عشان اقفله، وهاجي اوفي لحد هنا كده. تمام، معايا بالشكل ده. وهنيجي نظبطه بالمنظر ده، يعني كده معقول. واحوله edit poly وامسك هنا ال edge ده. اوكي، وهاجي اقول له loop هاجي همسك دولت كده الإيدجات دي وأقول له شنفر. أوكي، وهزود الشنفر بتاعي. بالمنظر ده تمام، هعمل سيف. ما ننساش نعمل سيف يا جماعة. وهنيجي هنا خلاص رسمنا الشكل بتاعنا.
بالمنظر ده. طبعا انا المفروض زي ما احنا متعودين ان احنا بنبدأ نعمل فريز للمجسم ده، فاضغط عليه كليك يمين اوبجكت بروبرتس واشيل علامة الشو واقول له فريز خلاص علشان ما يكونش بيتحرك معانا. تمام بالمنظر ده. ممكن اعمل كنترول A واعمل هايد لدول مش محتاجهم دلوقتي. هنبدأ نرسم الطوب الداخلي بتاعنا بكل بساطة خالص، الموضوع مش صعب. انا هاجي همسك هنا، اخش على extended تاني قائمة واختار الشنفر بوكس اوكي، وهاجي هرسم شنفر بوكس بالشكل ده واعمله كده. تمام هشوف مساحته المسافة بتاعته عاملة ازاي يعني بالشكل ده. تمام وهخلي دي هنقول مثلا 1 2 3 3 مثلا سنتي، وهنخلي دي 9 ودي مثلا 11 ودي 3 وده 6. تمام طبعا انا بديله سيجمنت كتيره علشان هيبقى فيه نويز علشان يبان معانا الشكل ده والتكسيرات دي. تمام لازم نديله قايمه قريبه لدي. تمام وهاجي هنا اخش على النويز وهقول له هديله موديفاي طبعا نويز، واخلي السكيل مثلا 3 وافتح الفيرتيكال وابدا اعمل اغير في قيمه الزد والواي بالشكل ده كده. تمام كويس جدا ده كده معايا. ممكن ابدا العب في الستبس بتاعتي يعني كده معقوله شويه اوكي، وهاجي هبدا اخد منها نسخ انستنس او كوبي مش فارقه كتير، بس انا هاخد منها كوبي مثلا وهاجي ارفع بيها كده ان شاء الله حبيت، بس هكبرها صغر اكيد دلوقتي. تمام بالشكل ده، وهنيجي نفس الموضوع طبعا مش همشي على نفس المشية بتاعتها بس يعني، وممكن امشي على نفس المشية بتاعتها انا ما عنديش اي مشكلة خالص، للناس مش عايزة احتار كتير. تمام وهاجي اعمل كده اوكي، وهنيجي نعمل كده. انا عايز اعمل سكيل شويه فانا هفتح الفيو واقول له لوكال. تمام وصغر دي كده شويه والف حبه بالمنظر ده، واخدها هنا برضو روتيت اوكي. تمام هنيجي ناخد آخر واحدة بالمنظر ده. خلاص احنا رسمنا النص ده، هنعمل كنترول A ونشيل العلامة من هنا وهناخده ميرور ونقوله انستنس اوكي، ونيجي هنا نرسم زيه رغم ان انا حاسس ان هو قربت الموضوع شوية بس نوعا ما كويس. ممكن اعمل كنترول A، اعمل كنترول A كده سوري اختار فيو وهلمها كده شوية بالمنظر ده كده. انا عملت التوب بتاعي بسرعة جدا ما خدش معايا وقت. تمام هخش هنا في ماتيريال وهديله طبعا سايت كده، وخلي دي اسود كالعادة زي ما احنا اتعلمنا،
واعمل كليك يمين انهي الاول واخليها برضو نفس الموضوع، واقول له بالشكل ده كده، وامسك دولت واقول لهم الت اكس 10 عشان ارجعها.